نهجان يعني معظم الوقت، وعندي قلبي بيدق كده في رفرفه في قلبي، بس ما تدينيش على طول، تديني يعني احيانا يوم ويوم لا، واحيانا تاخد اليوم كله، واحيانا تاخد لغايه الضروريه. وعملت كذا مره، الدكتور قال لي لما تجيلك الحاله روح اعمل رسم قلب عادي. اروح عملته بتاع 5 مرات يطلع عادي، ورحت عملت ايكو طلع العضله عندي 75، وعملت رسم قلب بالمجهود. معايا يا دكتور؟ معاك، سامعك، اتفضل اتفضل. وعملت رسم قلب بالمجهود طلع كويس، طلع جريد 1 حاجه اسمها سوليد ديسفانكشن، البطوله مش مهمه يعني. الحاجه دي بتجيني بنهجان، واحيانا يعني لدرجه النهارده انا عندي شغل يعني بتجيني ما بقدرش انزل، وانا ساكن لوحدي ما اقدرش اروح اجيب فطاري وحاجه زي كده. هو انت يا استاذ عبد الله عندك كام سنه؟ عندي داخل في 59. بتتعالج من الضغط او السكر؟ لا ضغطي مش يعني، انا عندي جهاز ضغط على طول بقيسه تحتان، ما بينزلش عن يعني احيانا بيبقى 100. لا ما مش بيرتفعش عن كام؟ نعم يا فندم؟ يعني ما بتاخدش علاج ضغط والضغط مش مرتفع عند حضرتك؟ لا 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 بيرتفع عندي، باخد حاجه للدهون، الدهون هو اللي بترفعه. حضرتك بتاخد علاج للضغط ولا لا؟ لا لا، لما باكل اكله جامده بيرتفع عندي، باخد له حاجه للدهون يروح نازل على طول. طيب وانت حضرتك بتدخن؟ لا يا فندم ولا اي حاجه من كده، بس ووزنك وزنك في حدود؟ تعبان جدا يا دكتور، كل فحوصات بعملها تطلع سليمه. انت والموضوع ده بيجي عندي يوم ويوم لا، لدرجة اليوم اللي أنا بيجيلي الحالة دي بترمي على السرير، ما بقدرش أقوم وما بقدرش أقف على رجليا، حاسس إن رجليا كده سايبة من بعضيها يعني. طيب أعمل إيه؟ أستاذ عبد الله، أنت وزنك تقيل ولا وزنك طبيعي؟ لا زايد 5 كيلو عن طولي. لا لا لا، يبقى حدود طبيعي. بص حضرتك الوصف يعني 5-7 حاجة كده. الوصف اللي حضرتك بتوصفه ده ما يتماشاش غالبا مع أي حاجة من أمراض القلب، لكن نتماشى مع إن أنت يعني عندك نوع من التوتر والقلق يعني الشديد. ف المفروض يا دكتور نستبعد أي حاجة. طيب ما أنت حضرتك عملت رسم قلب بالمجهود وعملت إيكو وعملت يعني كل حاجة وطلعت سليمة. فحوصاتك سليمة يا أستاذ عبد الله. طب هي الحالة دي بتجيلك لما بتكون قلقان أو متوتر؟ لا ده بيجيلي يوم ويوم لا يا رب. طيب. لا ما طيب بص حضرتك انا يعني بشكرك يا استاذ عبد الله، وتابعنا ودكتور هيرد عليك. بشكرك دكتور. لا واضح ما فيش حاجه اسمها مرض قلب بيجي يوم ويوم، الا اذا كان مثلا هو بيشتغل يوم ويبطل يوم. هو ما قالش كده، هو عمل بس الفحوص. لما بترمي على السرير يعني مش بيروح الشغل يعني ولا حاجه؟ بصي اصل لازم هيكون في دليل قدامي. عمل كل الفحوص وطلعت سليمه. صحيح. وبعدين ما فيش حاجه اسمها ان واحد تجي له ازمه قلبيه تقعد معاه طول اليوم او يوم وتريح يوم، لا ده ما مش وارد. هو في الغالب هو حاسس بخوف وقلق وتوتر، ده اللي بيدخله في الحاله دي. ما هو انه قال لحضرتك انه انا قاعد لوحدي. صحيح. فده سبب قوي جدا ان يعمل له الالام دي. يعني انصحك انت تتجوز بقى. وخاصة يا دكتور ان هو كل الفحوصات بتاعته سليمة، فهو ده اللي بيأكد كلام حضرتك ان هو ما عندوش حاجة بالضبط في القلب، لانه فحوصاته سليمة.